اللي مفيش شك فيه واللي لازم نكون متفقين عليه، انه على الرغم من حاله الغموض اللي ممكن تبقى محيطه شويه بفريق ميدياما الغاني منافس الاهلي في مشوار في بدايه مشواره في دوري الابطال يوم السبت اللي جاي، الا انه الكره الغنيه معروفه انها واحده من القوى العظمى على مستوى قاره افريقيا، وفي فترات كتير جدا كانت بتطلع عندها من غانا تبقى منافس قوي جدا على الالقاب الافريقيه، اللي بفتكره منهم يعني حاليا اشانتي كوتوكو وهارتس اوف اوك. فهل ميدياما الغاني هو امتداد للسلسله دي، ولا هي مغامره جديده للكره الغنيه في بطوله افريقيا؟ هيكون معايا دلوقتي على الهواء دكتور توني اوبن، رئيس نادي ميدياما الغاني منافس الاهلي في مباراه السبت القادم. بدايه بشكرك على وقتك وعلى مشاركتك، واهلا وسهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. شكرا جزيلا، من بالغ سروري ان اتواجد على تلفزيون الاهلي. أعتقد أن ميدياما فريق قوي جدا، أعتقد أننا أصحاب المرحلة القادمة. نحن نلعب الآن مع فرق كبيرة كالأهلي، نحن نعرف الأهلي كثيرا من خلال التاريخ، وكل مواطن غاني يعرف الأهلي ويعرف أبو تريكا، الجميع يعرف الشناوي. نحن متحمسون، ميدياما متحمس كثيرا ليلعب مع واحد من اعظم الفرق الافريقيه في التاريخ النادي الاهلي. طب دكتور توني، خليني ابتدي معاك مع التجربه، ازاي نجح فريق ميدياما الغاني في ان هو يوصل ان هو مش بس يمثل الكره الغنيه، لكن يكون من ضمن كمان ال 16 فريق الكبار على مستوى اهم بطولات القاره وهي بطوله دوري الابطال، رغم انه فريق يمكن يكون حديث العهد، يمكن عمره 10 او 12 سنه، اول تمثيل او اول ظهور ليه في بطوله الشامبيونز ليج، اعتمدتوا على ايه تحديدا عشان التجربه توصل للمرحله دي؟ كما ترى نحن حاولنا ثلاث أو أربع مرات أن نفوز بالدوري الغاني، وهذا أمر تاريخي في غانا، أن أشانتي كوتوكو أو هارتس أوف أوك هو من يسيطر على الدوري، ولكن منذ حوالي 5 سنوات عدنا وشيء ما حدث في غانا، وقد حدثت صحوة وقد قمنا بالفوز بالدوري. الدوري توقف فترة، فلذلك استعددنا جيدا. لا تنسى أننا لدينا بطولة أفريقية لكن على مستوى الناشئين. نحن نذهب إلى منطقة آمنة الآن، نحن نعرف أننا جديدون في القارة، ولكن وبمقارنة بالنادي الأهلي، ولكن كما تعرف أن كرة القدم تعتمد على احترام الفرق الكبيرة. نحن نحترم الأهلي، ولكن كرة القدم تلعب على أرض الملعب وليس في كتب التاريخ. كرة القدم تلعب على ملعب المباراة. نحن نأمل أن نؤدي كرة قدم جيدة أمام الأهلي. يعني بالتأكيد عوامل الاقتصادية بقت واحدة من أهم عوامل نجاح التجارب الأندية، وشفنا تجارب كتير بتحصل فيها تغيير على مستوى قارة أفريقيا. شفنا تجربة سان داونز اللي بقى واحد من أهم الأندية الأفريقية، شفنا تجربة سيمبا التنزاني في السنوات الأخيرة. هل بتشوف إن في تشابه بين تجربة ميدياما وبين التجارب دي؟ عناصر التفوق اعتمدتوا فيها على شراء اللاعبين المميزين في غانا من الأندية الكبيرة، اعتمدتوا فيها على شراء المحترفين الأجانب، يعني سر المعادلة أو رهان ميدياما على المنافسة في بطولة الشامبيونز ليج؟ ربما نعم، نحن شبيهون بتجربة سان داونز نوعا ما. بالطبع سان داونز أصبح اسما كبيرا ولديه اسم كبير وراءه قد سعى في إنجاحه، وهو رئيس الاتحاد الأفريقي. ليس لدينا هذا الاسم الكبير، ولكن لدينا الإصرار الكبير، نفس الإصرار، لدينا نفس الحماس الذي في الفرق الإفريقية، والفرق الإفريقية معروفة بهذا الحماس. فأعتقد أننا سنفعل ما فعله سان داونز، هذا إصرار، نحن مصرون أن نفعل ذلك يوما ما.
التفاول بالتأكيد شيء مهم، لكنه من الصعوبة بشيء برضو لازم تتاخد في الاعتبار. انت بتواجه بطل قارة افريقيا، هو حامل لقب النسخة الاخيرة، هو الفريق الاكثر وصولا للنهائيات في بداية مشوارك، وبتقابله على ملعبه وسط جمهوره في القاهرة. رأيك في المواجهة المنتظرة يوم السبت القادم، وايه هي طموحات فريق ميديامة في مواجهة النادي الاهلي؟ نحن نقدر هذا، نحن نقدر أننا نواجه واحد من أعظم الأندية في إفريقيا. أنتم لعبتم كأس العالم وقد فزتم بدور الأقل عدة مرات، وأنتم كبير وأنتم فريق كبير، ولكنكم تهزمون أحيانا. أي فريق يهزم؟ كرة القدم تتغير كما قلت، الأيام ليست نفسها على الجميع، والأيام ليس الآن كما مضى منذ 20 عاما. نحن نعرف الأهلي جيدا، نحن نعم سنكون تحت الكرة، ولكننا سنقاتل قدر المستطاع لنصنع تاريخا جديدا. كل ما مضى في التاريخ، ونحن نتطلع لما سيأتي. نحن مصرون أن نكون ناديا قويا آت في إفريقيا. طب خليني أسألك على القصة عندكم في غانا. يعني إحنا لعبنا في غانا كتير، ولعبنا مع أندية كبيرة وأندية جماهيرية، وأندية كانت بتنافس على الألقاب الأفريقية زي ما ذكرت كوتوكو الغاني وأيضا هارتس أوف أوك. هل فريق ميديامة فريق من الفرق الجماهيرية؟ هل في ظهير جماهيري موجود في غانا بيشجع فريق ميديامة؟ وهل لديكم ملعب معتمد من الاتحاد الأفريقي؟ Look, you know, as you انظر. نحن Ashanti Kotoko is not in the league now. Ashanti Kotoko الآن ليس في الدوري الغاني. Which means that مما يعني أن times have changed. الأيام الأوقات تتغير. ربما فريق يقدم كرة جيدة ولكن لا يؤدي الآن. هذه الأندية أندية كبيرة، ونادينا كبير. ميديامة فريق كبير، هارتس أوف أوك فريق كبير في غانا، ولكن انظر الآن، ميديامة الآن هو الذي وصل لدور الأبطال. نحن يجب أن نظهر ونثبت أنفسنا أمام الجميع. يجب أن نظهر ما نستطيع أن نفعله ومدى التطور الذي وصلنا له. نحن نحتاج أن نمثل بلدنا خير تمثيل، ونفعل ونري الناس ما فعله كوتوكو من قبل قادر على التكرار. ولكن دكتور أوبن، خليني أنا بسأل تحديدا، هل يعتبر أو هل بتعتبر نادي ميديامة من الأندية الجماهيرية في غانا؟ نعم لدينا جماهير، ولكن قاعدتنا الجماهيرية ليست كبيرة ككوتوكو. ففي غانا كوتوكو لديه الشعبية الأكبر، ولكن ميديامة كنادي جديد لدينا جماهير. منذ 10 سنوات ليس لدينا هذه القاعدة الجماهيرية الكبيرة، ولكن لدينا الوقت. نعم لدينا جماهير، لدينا أندية تمتد لأكثر من 100 عام كالأهلي. الأهلي تأسس تقريبا منذ عام 1900 وشيء قليل. فأعتقد أن الأهلي الآن نادي كبير لديه القاعدة الأكبر. أنتم عظيمون، لديكم القاعدة الأكبر في مصر، فبالتالي القاعدة ستأتي مع الوقت. كذلك الحال مع ميديامة. نحن بدأنا كبار، ولكن لدينا الوقت ولدينا الإمكانية أن نكبر مثل الأهلي في مصر. سنكون في غانا. مع ابتعاد الأندية الغانية عن الظهور في بطولة دوري الأبطال لسنوات طويلة، وأنا عارف كمان أنك كنت عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد الكرة الغاني، خليني أسأل أول عن الملعب. هل لديكم ملعب، يعني مبارياتكم في مواجهة الأهلي شباب بلوزداد ويانج أفريكانز هتلعب على ملعب ميديامة، ولا في ملعب بديل هتلجأوا إليه؟ في هذه اللحظة الكاف قال أن ملعبنا ليس جاهزا. نحن نأمل أن يكون جاهزا لاستقبال مبارياتنا، ولكن لسوء الحظ لدينا ملعب جديد ولكن لم ينتهي بعد.
حوالي 90% فقط، انتهينا من 90%، واعتقد اننا سننتقل لملعب اخر. نحن سعداء ان نلعب في كوماسي. الجماهير في كوماسي يساندوننا، يحبون كرة القدم. اعتقد اننا سنحظى بالدعم الكامل من جماهير كوماسي، جماهير كوتوكو، جماهير هارتس اوف اوك، كل الجماهير ستاتي لتدعمنا. من اربع فرق هيواجهوا بعض في المجموعه، الاهلي وميدياما ويانج افريكانز وشباب بلوزداد، مين الاقرب للتاهل عن المجموعه دي من وجهه نظرك؟ I mean that if you think who is إذا نظرنا definitely ميدياما is بالطبع سنجد أن ميدياما يأمل أن يكون واحدا منهما، واحدا من هذين الناديين. أعتقد من يعلم، ربما يكون الأهلي مع ميدياما. يوم السبت هتكون المواجهة، هل حضرتم للرحلة؟ هل هتيجوا بقائمة مكتملة ولا هيشهد أو هتشهد مواجهة الأهلي وميدياما بعض الغيابات من جانب فريق ميدياما طبعا؟ حتى الآن لا يوجد لدينا أي إصابات أو أي تخوف من الإصابات. نحن جاهزون، نحن نعرف أننا نأتي لنواجه ناد كبير، ناد لديه الكثير من الخبرة. نحن سعداء أن نلعب أمام هذا النادي، ونأمل أن نحقق المفاجأة الكبيرة وأن نهزم الأهلي على أرضه. نحن مصرون، نحن مركزون جدا أن نصنع تاريخا خاصا بنا. نحن سعداء أن نواجه الأهلي، وحينما تواجه الأهلي تصنع اسما كبيرا بمجرد مواجهة الأهلي. فالأهلي الآن لديه أكبر اسم في أفريقيا، فالجماهير متحمسة لهذا الحدث. التفاؤل في حد ذاته شيء جيد، والأهلي دايما بيعشق التحدي وما بيظهرش الحقيقة مستويات الحقيقية للنادي الأهلي إلا في مواجهة الفرق الكبيرة. نتمنى أنكم تكونوا عند حسن الظن وعند نفس المستوى اللي يأهلكم لمجارات بطل القارة الأهلي. بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى ليكم رحلة سعيدة وموفقة في القاهرة، وإن شاء الله بإذن الله يقدم فريق ميدياما انطباع كويس عن الكرة الغانية اللي تعودنا دايما وجود فرق منها بتنافس على الألقاب، وجود منافسين في مناطق أو في دول كتير من القارة، يعني بيدي بعد أو رونق خاص لبطولة دوري أبطال إفريقيا.